ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة رقاد السيدة العذراء فرمامين بمحافظة البلقاء بمناسبة أحد متى الرابع بمشاركة قدس الأب سيرافيم السلمان وحضور جمع من المؤمنين من أهالي المنطقة. وقال سيادته في عظة القداس: إننا اليوم ونحن نعبر شوط صوم الرسل علينا مسؤولية الاقتداء بهم لنكون رسل هذا الزمن. وأشار سيادته في الختام إلى أن الكنيسة لا تنفك عن الصلاة لقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في مساعيه الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل سلمي في المنطقة ومنع السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أملاك كنيستنا المقدسة. عمل الرسل في الكنيسة عظيم، هم كرزوا بالبشارة في كل أنحاء العالم، كانوا صيادين بسطة ولكن المسيح اختارهم، حل الروح القدس سكن فيهم وأصبحوا معلمي للمسكونة ومتكلمي باللاهوت. قديش مهم إنه ننقي داخلنا حتى تحل نعمة الروح القدس علينا، وبالتالي نعطي مجال لله أن يعمل من خلال كل واحد فينا. من بلادنا المقدسة حكى يسوع ورفع صوته: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صلاتنا إنهم ما ينسوا هذا الصوت، هذا الصوت يصدع في عقولهم وقلوبهم حتى بلادنا المقدسة ما تروح لأزمات أكثر من الأزمات الموجودة فيها، وبالتالي ما يكون في ضم لأراضي أو خطوات أحادية من قبل السلطات الإسرائيلية المحتلة، ولكن لازم يكون في مخافة الله حتى ربنا يستمر في حماية بلادنا ومقدساتنا. أبنائي، نعمة وبركة المسيح هي تكون معكم، تحميكم وتعطيكم كل نعمة وبركة بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين. أمين.